الجولة فقراتنا الحقيقة هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا. الحقيقة الجلد ده غطاء بيغطي كل جزء في جسم الإنسان، ولأنه أي حاجة ممكن تظهر بسرعة جدا سريعة على الجلد، ممكن من خلال الاحمرار، من خلال حكة، من خلال تورم، تشقق، أي حاجة بتظهر على طول على الجلد بتعرفنا بعلامة مباشرة وصريحة إن في مشكلة. والحقيقة كتير جدا من الحاجات اللي في عالم التجميل وعالم الجلدية بقت بتطرق، وكل يوم بنسمع عن الجديد اللي بيخلي عند البنات الحقيقة كتير جدا من الأسئلة: يا ترى استخدم ده ولا ما استخدموش، اجيب ده ولا لأ. الحقيقة من الحاجات اللي خدت باع طويل جدا في عالم الجلدية وبقى عليها فوكس بشكل كبير او تسليط للضوء عليها بشكل كبير جدا هو الليزر. الليزر يعني ممكن ازيل بيه الشعر، يعني ممكن افتح بيه البشره، يعني حاجات كتيره جدا ممكن من خلال الليزر اعملها. بس هل الليزر ده بدأ يتطور مع الوقت وبقى فيه منه حاجات حديثه وحاجات مش حديثه؟ هل بيناسب كل بنت ولا ممكن اي بنت تعمل ليزر؟ وعدد الجلسات، وايه يا ترى اللي ممكن يناسبني وما يناسبنيش في الليزر؟ هنعرف حاجات كتيرة جدا عن الليزر واستخداماته خاصة بالجلد والبشرة لكل البنات اللي كتير جدا من الاسئلة بتطرح عندها. والحقيقة مش بس البنات، انما كمان الجنس الاخر بقوا بيهتموا بعالم الجلدية وبقينا بنشوفهم في العيادات الجلدية بشكل يعني كبير. النهاردة هنعرف تفاصيل كتيرة جدا عن استخدامات الليزر مع ضيفي العزيز اللي مشرفني نورني في الاستوديو، دكتور محسن سليمان، استاذ امراض الجلديه بكليه طب القصر العيني. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، منورنا وشرفنا. ده نور لينا يا ست الكل. النهارده الحقيقه دكتور بنتكلم عن موضوع يمكن هيعجب كتير جدا من البنات والسيدات بشكل خاص، وايضا الرجال. والرجاله زي ما قلت، والرجاله زي ما قلت على الحقيقه فكرة. لانه بقينا بندخل العيادات بنشوفهم بنلاقي تواجد ليهم، بقوا بيهتموا الحقيقه. الاهتمام بالمظهر بقى شيء اساسي في الفترات الاخيره. نعم. خلينا يا دكتور نتكلم بدايه كده، نوضح فكره الليزر يعني نرسم ملامحه للناس اللي ممكن تكون بتتكلم كتير قوي عن الليزر بس مش عارفه هو ايه بالظبط وبيعمل ايه. الليزر عبارة عن ضوء قوي مركز. نعم. بيتحط بقوة إضاءة قوية جدا في زمن متناهي الصغر، وبالتالي بيديني الأثر الطبي من غير ما يديني أي أثر جانبي. جميل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هم أول ما ابتدوا عملوه خالص كانوا جابوا فراشة، وبعدين في ليزر يشتغل على اللون الأحمر، فالفراشة فيها ألوان كتير، الجناح بتاعها فيه ألوان كتير، هو في نفس بتلاقيه بيشتغل بيحرق اللون الأحمر اللي موجود في جناح الفراشة من غير ما يخرم جناح الفراشة. ده قد كده يعني الدقة بتاعته، انه بيشتغل على حاجات مش السنتي ولا الملي ولا الملي ملي، ده بيشتغل على المايكرون اللي هو واحد على ألف من الملي. يعني ممكن يوصل لحتة ان يعني في بعض الاوقات عندنا في الليزر بتاع، مثلا نفترض ان احنا بنشتغل على بقعة بنية في الجسم. انا عندي الجلد فيه خلية ملونة، وجوه الخلية الملونة فيها حبيبات ملونة. نعم. ده يخش يكسر الحبيبات الملونة اللي جوه الخلية. نعم. اللي هي حجمها كله لا يزيد عن واحد على مئة ألف من الملي. تمام. يبتدي يكسرها من غير ما يبوظ الخلية حواليها. تمام. ده ليه؟ لأن أنا عايز أشيل اللون بس مش عايز أخلي الجلد أبيض. صحيح. أنا عايز أخلي الخلية الملونة محتفظة لسه بوظيفتها إنها بتعمل لي المادة الملونة تاني. ده يديلك قد إيه الحكاية الدقة جداً المتلاهية في التعامل معها. طيب يعني نقف يا دكتور استاذنك عند النقطه دي، هنكمل التفاصيل كتيره جدا معانا النهارده على الليزر، بس نستقبل اول اتصال تليفوني. او تحت امرك. الو الو الو، معانا تليفون. طيب فقدنا الاتصال، بنشكرك شكرا جزيلا. ممكن تعاودي بينا المحاوله مره تانية على رقم القناه الموجود اسفل الشاشه، وبنكمل كلامنا يا دكتور عن الليزر. زي ما حضرتك وضحت لنا كده بكل دقه عاليه، الليزر قد ايه ممكن يغير اللون ولكن ما يغيرش الوظيفه بتاعه الخليه بالزبط نفسها. بالظبط كده، يعني انا عايز اخد تاثير مفيد. جداً. مش عايز اعمل مش تاثير ضار، ودي النقطه الهامه جدا وفاصله ان انا ما اضرش. يعني كتير جدا مرات تشغلها وتخوفها انه الحاجه هخرج منها باضرار عامله ازاي، وهيعمل لي كذا وليه كذا وليه كذا. بالزبط. الليزر ده كمان بيمتص في الطبقات السطحيه جدا للجلد. يعني ما ياثرش على حاجه من جوه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان عشان خاطر نكتشف موجه معينه تقدر تديني اثر طبي على عمق 2 ملي من سطح الجلد، اخدت يمكن 15 20 سنه. عشان نقدر نوصل لطول موجه احنا
احنا عندنا الحاجات الموجة القصيرة اللي هي من 400 ل 700 دايما بتشتغل على الطبقات اللي على الوش خالص، تمام. يعني زي مثلا بقع النمش، بقع الشمسية، بتشتغل على التغيرات الجلد مثلا مع السن مع تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية، عشان أوصل 2 ملي تحت سطح الجلد وأوصل لبصيلة الشعر أخدت سنين طويلة عشان أعمل موجة ليزر اللي هي فوق ال 800، واخدة راحتك معايا، اللي هي عشان توصل دي. على العكس بقى الوحمات الدموية اللي هي موجودة على سطح الجلد خالص، اللي هي بقى عارفة تلاقي الأطفال يا إما عندهم بقع حمراء يا بقع بني، بالظبط. دي عندنا الليزر النبض الضوئي عايز موجات قصيرة خالص اللي هي 585 من 1000 من الملي، يعني تقريبا نص ملي طول الموجة بتاعته أو 595، ده اللي بتتاخد برضو، ودي بقى لأنها دي سطحية جدا فمش محتاج قوة تعمق، يبقى كل بس الليزر بيغير يا دكتور، نعم ممكن اغير واشيل الوحمه دي، ده يعني اللي اغير الدرجه واخليها متناسبه مع لون الجلد، ده هو ده لان الجمال في ناس فيها، كتير جدا تولد تلاقي جسمها كله وحمه، نص جسمها او واخده نص وشها. ده هو الجمال في ده، ان انت بتغيري يعني بتقفلي الوعاء الدموي اللي عامل الوحمة المتمددة دي من غير ما تأثري في الجلد اللي على سطحه خالص، وده ده الجمال فيها. جميل قوي، عند نقطة الأكثر تفاؤلية كده ومع الليزر، ولسه هنكمل استخداماته الباقية، بس ناخد اتصال تليفوني قبل ما تحت يخلص. أمرك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بيك. أهلا بك يا دكتورة. عليكم اتفضل السلام. دكتور وقت محسن معاك، اتفضل. أيوة مرنا. حضرتك يا دكتور، أنا مكان كان في حريقة لسه مكان حادثة موتوسيكل نعم، في إيدي دي، حضرتك ممكن أعمل لها عملية تجميل ويتغير مكان الجلد نفسه؟ ممكن عملية تجميل تنفع لو كانت طبعا سهلة، بتبقى نوع من الترقيع، يعني بتتشال الحتة النسيج المتليف اللي مكان الحريق ده وبتتعمل ايوه لها رقعة من حتة تانية في جراحة التجميل، إنما لو تمام. كانت سطحية جدا ممكن الليزر بيصلحها. في عندنا نوعين من الليزر، ليزر ثاني أكسيد الكربون وليزر ايوه الإيربيوم، بيصلحوها ويخلوا إنها يعني تخدم مع بقية الجلد في نفس الوقت. تمام. دي سهلة بسيطة إن شاء الله، فأي مستشفى جنب حضرتك جراح تجميل هيعملها لك على طول. تمام ماشي، متشكر يا بشكرك دكتور، شكرا متشكر. جزيلا على اتصالك، وبنرجع يا دكتور لكلامنا. نعم. والحقيقه انا من كلام حضرتك للمتصل انا استشرفيت كده ان في انواع من الليزر، هل فعلا كتير. في انواع من الليزر؟ ده كتير. دخلنا 10 12 نوع كده. ياه. أقول لك ليه؟ وطلعوا كده مره واحده ولا مع الايام لا بيظهر لا لا لنا لا لا، انواع مش جديده؟ هيطلعوا. أنت كل شوية بيطلع موجة جديدة واستخدام جديد جميل. وتقنية جديدة في تدخيل الليزر. بمعنى إيه؟ بمعنى في الأربعينات، يعني نقدر نقول مثلا من 70 سنة، أول كان في ليزر كان اسمه أرجون، ده اللي كان بيعالج بيه الوحمات الدموية، جميل. بس مشكلته إنه كانت طول الموجة بتاعته كانت طويلة، فلما كانت تشيل الوحمة الدموية كانت بتعمل نسيج متليف مكانها، نعم. وعشان كده ما استغلش وما قعدش واتلغى استعماله. قعدنا يمكن 20 25 سنة عبال ما طلع الليزر النبض الضوئي اللي هو بيعالج برضه، وده كان أول حاجة في علاج الأمراض الجلدية عشان نعالج الوحمات الدموية اللي منتشرة. بعد كده دخلنا في الوحمات البنية، بعد كده دخلنا في إزالة الشعر، بعد كده دخلنا في إعادة الشباب، دخلنا في إعادة الرونق، دخلنا في حاجات كتير اللي هي دلوقتي موجودة خالص، أنت بتقدري تجددي يعني عارفة كل حاجة في الجلد نعم. تقدري. وبعدين في الملي واط الجديد، الملي واط الجديد ده عبارة عن ايه؟ يعني عارفة ايه؟ بتدي الليزر في جرعات بسيطة جدا او جرعات خفيفة جدا، تمام اللي هي دي عشان تعمل تنشيط بدل ما تعمل تدمير، بالضبط. لان الجزء الليزر انا بستعمله اساسا عشان اعمل تبخير للانسجة، تمام يعني اساسا. هنكمل كلامنا يا دكتور، استاذك بس عشان التليفون معانا. السلام الو، عليكم. الو، اهلا بيكي، اهلا بحضرتك، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. طبعا دكتور محسن معاكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. لو سمحت يا دكتور، بالنسبه انا عندي 27 سنه متزوجه، بالنسبه لحواجبي من قبل ما اتجوز من ساعه ما اتولدت وهي خفيفه، نعم. بدات استعمل اللي هو زيت قروع والحاجات التقليديه دي، رحت لدكتور الامراض الجلديه بدات تديني كريمات وحاجات من دي، بس برضه دكتور ما فيش استفاده ان هي الحاجب ممكن يتقل يعني. الحواجب بس.
الحواجب بس، وشعري برضو خفيف لكن هو من صغري كان تقيل، لكن الحواجب وكلها هي اللي كانت. الحاجب كله ولا منطقة معينة؟ لا كله يعني، حتى مثلا ما جيت اتجوز اللي بتزوقني مش عارفه تعمل فيهم ايه يعني، ما بقتش نعم عارفه تعملهم ازاي. نعم في سؤال تاني لحضرتك برضه يا دكتور، بالنسبه للمنطقه اللي تحت الحساسه دي، على طول جاي فيها اكلات من الخارج، تحت اشتريت اللي هو المنطقه المنطقة اللي تحت الحساسه. تحت ايه؟ حساسه، منطقه حساسه، المنطقه الحساسه. نعم دايما يا دكتور عندي اكلان فيها، اشتريت اللي هي كريمات بيتا ديرم وحاجات من الصيدليه، بيبقى تحسن مؤقتي لكن انا مش عارفه اعمل فيها ايه، او وخصوصا قبل الدوره وبعد الدوره مش عارفه ليه. هو الوزن فوق 65 كيلو 70 كيلو، ما هو عشان كده هي دايما السمنة بيصاحبها وجود فطريات في الأماكن دي، وبعدين طب الاحتكاك. استعمل لها ايه يا دكتور؟ نعم، يعني تستعملها ايه؟ اعمل لا لها ايه؟ تستعملها ايه على حسب التشخيص. لا حضرتك الحالة ما أساسا عرفتش يعني. يهمني إن إذا كان في فطريات ولا ما فيش، إذا كان في احتكاك ولا ما فيش، إذا كان في ناحية نفسية متوترة ولا ما فيش، إذا كان في أعراض أخرى موجودة في الجسم من جوه ولا ما فيش. كل الحاجات دي كلها يعني هي دي اللي بتسبب الحالة، وعلاجها لازم نعالج السبب عشان نقدر نلغي العارض اللي موجود ده. طيب موضوع كمان حواجبها الخفيفة يا دكتور، خدت لا لها حواجبها زيوت. الخفيفة دي لها أسباب كتير، من ضمنها اضطرابات الغدة الدرقية، نعم ودي أكتر حتة عندنا يعني مرض التعلبة ساعات يجي، وفي بعض الناس نمو الشعر عندهم ضعيف في بعض المناطق الخاصة، وخاصة فروة الرأس أو الحواجب أو الرموش، نعم وبعدين بيبقى لها يعني عارفة تأثير تاني كمان مع الناحية النفسية والتوتر العصبي والنفسي، وبعدين بعض الناس ساعات تلعب في حواجبها كتير فبتوقع الحواجب. وأصل الحاجب فترة نمو قصيرة، يعني ما بيطولش في أكتر من شهر أو شهر ونص، ويقعد مكانه 6 أشهر، على عكس على عكس شعر الجسم، لأن هو عندنا شعر الجسم بينمو تقريبا سنتي كل شهر، بالضبط. يعني شعر الرأس ممكن يطول لغاية 3 4 سنين، عشان كده توصل طوله من 60 ل 80 ل 150 سنتي. إنما في الحاجب بيوصل بينمو شهر واحد وبعدين يتوقف النمو، لأنه لو طول الفترة دي هينزل على وشنا، طبعا. فبالتالي هو ربنا عامله بخصوص ان بالظبط. الحواجب والرموش فترة نموها طب في حاجة تحفز يا دكتور عندها ان يطلق يعني تاخد حاجة معينة تتكلم التغذية مثلا السليمة والصحة النفسية فقط لا الراحة غير؟ النفسية. تمام. ناخد كمان تليفون معانا. نعم الو، بخير، مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بيكي، عاوز اسأل الدكتور سؤال من فضلك. اتفضلي حبيبتي، دكتور محسن معاكي. أمري. دكتور بدي أسألك، استخدام الليزر لإزالة الشعر نعم هل عن طريقه ممكن أو محتمل تنتقل أمراض معدية مثل هيباتيتس سي أو بي أو إيدز؟ لا شوفي حضرتك حاجة. طيب شكرا، أنا بدي أسمع من التلفزيون. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على أوكي. اتصالك، نجاوب على لا هو مفيش فرصة، لأنه أولا دي عمليات كلها غير دموية، نعم. بمعنى يعني مفيش خروج دم، فمش انتقال من حاجة لحاجة، يعني سواء الفيروس إذا كان المسبب للإيدز أو إلى آخره. احتمال لو كان في المنطقة فيها نوع من الصنت اللي احنا بنسميه ال HPV أو الهيومن بابيلوما فيروس أو فيروس الصنت نعم. ده، اللي ممكن اللي هو ممكن يتنقل بالاحتكاك، إنما المفروض في كل المراكز دي بيحصل نوع من التطهير خاصة ليزر الشعر، لأن ليزر جميل. الشعر ده بيبقى فيه التصاق أو يعني احتكاك على سطح المنطقة الجلد على نفسها. طول، على الجلد على طول. في عندنا ليزر ما بيجيش على الجلد، بيبقى ليه دراع حوالي 3 سنتي، عشان دايما يبقى العمق بتاعي هو ده اللي بيشتغل عليه نبضة الليزر، يعني ده اللي هو زي العلامة احنا بنسميه، اللي هو المقياس، اللي عشان خاطر لأن لو نزل عن كده ممكن يحرق الجلد أكتر، لأن الضوء بيبقى قوي جدا. تمام، فهي على حسب مفيش نوع أي الليزر اللي بيستعمل. مشكلة. لا مفيش حاجة إن شاء تمام. الله. طب لو حبينا نتكلم ونبدأ بإيه، إزالة الشعر بالليزر يا دكتور، نعم كتير جدا نسمع إنه في أنواع من الليزر وأنواع في من الأجهزة، أيوه وده بيختلف من مكان لمكان بالظبط وبيختلف في تأثيره على الشعر، وهل بالظبط. الشعر نفسه بيتشلع خالص يعني ممكن يبقى فيه إزالة كاملة، ولا فيش الكلام دوت، ده مجرد بروباجندا بس؟ هو شوفي حضرتك حاجة، مفيش في الدنيا حاجة اسمها إزالة دائمة مستديمة للشعر، نعم إنما في تقليل لكمية الشعر. نعم بمعنى إيه؟ بمعنى إنه
انا عندي الشعر 100,000، نعم، بيبقوا مثلا 40,000، وبعدين يبقوا 20,000، وبعدين يبقوا 1,000، يبقوا 500، يبقوا 10، انها مش هقدر اشيل ال 100,000 كلهم. بيتعمل دايما من 3 إلى 4 جلسات، ودايما الفترة من اسبوعين لست اسابيع بين الاثنين، لان هو الليزر بيشتغل على الشعرية في مرحلة النمو. فدايما انا باخد موجة الشعر وهي لسه في مرحلة النمو وبيطلع معايا. انواع بقى، في عندي موجات معينة اللي هي من 800 ل 1200، دي اللي هي الموجات اللي هي بيمتصها الميلانين اللي موجود في بصيلة الشعر. خلينا لان الانواع دي يا دكتور محتاجين نركز فيها اكتر وتفاصيل اكتر، تحت بس امرك. خلينا بعد الاتصال تحت التليفوني. امرك. الو، السلام عليكم. هو ازي حضرتك يا فندم؟ مساء النور، بس الصوت بعيد جدا، استاذنك لو تعالي صوت شويه. اه يا فندم كده كويس؟ لا مش سامعين دكتور، سامع حاجه؟ لا مش سامعين حاجه، نستاذنك نعلي صوت. لا كلمي في كلمي في التليفون وطفي التلفزيون. الو، ايوه يا فندم مع حضرتك، هو ازاي؟ اتفضل نعلي صوتنا ونقفل صوت التلفزيون بس اذنك. اتفضل. ايوه يا فندم مع حضرتك، ازاي؟ اتفضل قول سؤالك. ممكن اكلم الدكتور محسن؟ ايوه اتفضل دكتور محسن معاك اهو. لو سمحت يا فندم، كان عندي جرح من وانا صغير بقالي 12 سنه، ورحت عملت معاه جلسات ليزر، عملت 3 جلسات والجرح بيشتغل خالص ويرجع تاني لوضعه تاني. هو حضرتك عملت 3 جلسات ليزر؟ عملت عليه اه بتاع 3 جلسات ليزر، ومشيت مع دكاترة كتير، وبيرجع لنفس وضعه تاني، يعمل زي نظام كله كده وبيسيب اثر برضه. هو شوف حضرتك حاجة، في فرق بين الطب والسحر، اوكي؟ الطب تصلح الحاجة إلى أقصى درجة ممكنة، إنما السحر ده اللي أنت تلغي الأثر من أصله. لو أنت مسكت ورقة وقطعتها ولزقتها تاني ولحمتها، هتقدر تعملها زي الأصل؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا لازم نبقى واخدين بالنا، ودي دايما ان احنا نقول للناس اللي هو توقعات المريض ايه. يعني توقعات المريض ان اللي جاي عايز يعمل جلسة ليزر ازالة الشعر او جاي تعملها، متخيلة انها تعمل جلسة واحدة يتشال الشعر نهائي، ويقدر ما دخلك شر ما كانش عندها الحالة دي. اللي اتجرح عايز يشيل الاثر من مرة واحدة وهيتعمل، لا، هو لازم طبعا حضرتك بتبقى سائل الطبيب المعالج ايه الدرجة او الخطوات اللي هتتعمل بعد كده، او ايه الحاجات اللي احنا هنشوفها، او الحاجات اللي احنا هنتوقعها بعد كده. بس عشان ارجع بالكامل زي ما كمل اصله، لا ده استحالة، ولا حتى لو عملت له عملية جراحية. لان حتى لو عملت عملية جراحية هتجيب جلد من منطقة تانية، فهيجي بلون تاني، وهيبقى الخياطة في الحرف لها اثر تاني. فبالتالي مفيش ما يعني لازم نقبل بنسبة 2% 3% خسائر في اي حاله علاج، عشان نبقى موجود نبقى متوقعين، والا يبقى ده سحر ما يبقاش طب. تمام، كنا وقفنا يا دكتور عند نقطه الانواع. نعم. انواع كتيره جدا من الليزر اللي بتستخدم في ازاله الشعر. نعم. وبنسمع عن اجهزه مختلفه. أي. كل مركز او كل عياده او كل دكتور عنده جهاز مختلف. نعم. المريضه بقى او الشخص اللي عايز يعمل ازاله شعر، نعم، هنا يتعامل ازاي، او يعرف منين ايه اللي مناسب، ولا هو في حاجه افضل عن الثانيه؟ يعني الانواع دي بتختلف في ايه؟ هي بتختلف على حسب حاجتين. اه، نوع الشعر اللي انا بتعامل معاه، اذا كان شعر سميك واسود، ولا اذا كان شعر رفيع وفاتح. وبعدين نوع المريض، اذا كان المريض جاي ده مثلا من جنوب الوادي هنا واسوان والاقصر، ولا جاي من شمال الدلتا من المنصوره والشرقيه والحاجات دي. نوعيه البشره؟ نوعيه البشره. أوه. لان نوعيه البشره هنا، انا عندي البشره الداكنه لها انواع ليزر مخصوص، والبشره الفاتحه لها انواع ليزر مخصوص. وكل ما كان لون الشعر غامق، كل ما هيمتص الليزر اكتر، فكل ما هيتاثر اكتر. جميل. كل ما هيقع اكتر، وكل ما هيبقى عندي الاستجابه بتاعته اكتر. طيب. اول حاجه اتعملت في الليزر من زمان كان اسمه الليزر الياقوت او الليزر الروبي. اه، هنعرف ايه الياقوت ده بس بعد الاتصال التليفوني. استاذنك يا دكتور. تحت امرك. الو. ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا بيك. يعني مساء. اتفضل. ممكن اسال الدكتور؟ طبعا دكتور محسن معاك. ايوه دكتور محسن. الله يخليك، انا بنتي عندها حوالي 33 سنه وعملت عمليه سكوليوزس. 33 سنه وعملت سكوليوزس، يعني من حوالي 4 سنين كده. سكوليوزس يعني ده انحناء في العمود الفقري. ايوه. اي. فعمل الاولد سكار، كان بارز برضه. عمل الاولد سكار. فلما وديتها للدكتور برضه. لا الدكتور مش سامعني، صوتنا شويه. عمل
عمل ندبات، خط عباره عن ندبه اولد سكار بارز بارز عن الجسم. ايوه تمام. وبعدين ودتها للاستاذ جلديه عالجها بالليزر، قال هنشيل الايه، قلنا له ارجوك شيل الزياده دي لان دي بنت، لو ولد مش مشكله. نعم. فزي ما تقول زود العيار شويه فحرقه، فبقى في ديبريشن بدل ما كان في بروتريوجن. يعني بروز للجلد، بقى في انخفاض في الجلد. الله ينور عليك. ايوه. وبعدين في اختلاف كمان في درجه اللون. ايوه. بس في راي حضرتك هل علاج ولا هيبقى الديبريشن ده موجود؟ يعني هو شوف حضرتك حاجه، الديبريشن تصليحه مش صعب، لان ده ممكن بنحقن مواد ترفعها تاني، يا اما المواد دي لها علاقه بالاحماض الجسميه اللي موجوده عندنا زي الهيالورونيك اسيد اللي موجود تحت الجلد، او ان احنا ساعات بعض الجراحين بيجيبوا كميات من الدهون وتتحقن تحتها عشان نعليها على فوق شويه. طيب. يبقى ده انه يقول لي انخفاض. تغيير اللون بيعتمد على حسب ده كان حرق ولا كان اضطراب في التلوين بس. وهو طبعا يا اما الطبيب المعالج يا اما حضرتك بتستشير زميل اخر برضو عشان تصليح الحاله، وما هيش مشكله صعبه، بس يعني هو من الاول هل كان الليزر مناسب للحاله دي ولا لا؟ بالظبط. يعني هي النقطه انه في بعض الناس تعتقد ان الليزر ده سحر. لا، الليزر ده طريقه علاجيه اذا ما استعملتش بطريقه سليمه ممكن يكون لها مضاعفات. للاسف الناس دلوقتي يا دكتور وصلت لدرجه انها بقى بتدخل على الطبيب انا عايز ليزر. طب اي طبعا حاجه طبعا عايز ده بيجي لي، ده بيكلم التليفون، طب هعمل الليزر، طب هعمل كام جلسه، ومن غير ما يكشف حقيقي، لان هي الحاله اصلا انت ما تحتاجش ليزر من اصله. بالظبط. فهي كده ده ما يعني مفهومنا ان الليزر ساحر وفي كل حاجه بيدخل بقى خلاص تعدى ان احنا عايزينه ونطلبه بالطلب. بص حضرتك حاجه، ده المشكله في البرامج المدفوعه على قنوات التلفزيون. بالظبط. هي دي عباره عن مراكز بتعمل اعلانات مدفوعه، وان هم عندهم السحر، هيخش العيان مريض جلده ابيض يخرج متلون وسلام وحققنا صبغه وعملنا حاجات غريبه. وللاسف ده يعني كله بيخش تحت بند الصور. يا دكتور صور كلها بتكون فوتوشوب او فيها لعب واضح جدا، يعني اي مشاهد بسيط هيشوفها هيبان. ما انا بقول لحضرتك مفيش حاجه في الدنيا هترجع لك التكش اللي هي طبقه طريقه الجلد نفسها اللي موجوده دي. لا، مفيش حاجه في الدنيا تعملها. تمام. خلينا طب نقول يا دكتور بقى، احنا وقفنا عند الليزر الياقوت لاول نوع. اتغير بعد كده بقى، طلع منه اصناف تانيه كتير. تمام. فكان من ضمنها الايربيوم، كان من ضمنها الديود اللي احنا بنسميه الليدر الديود، وده من اشهر الحاجات دلوقتي اللي موجوده. وبعدين ابتدوا يستخدموا حاجه اسمها الاي بي ال اللي هو الضوء القوي. يعني الضوء يتعدف في منشور ضوئي، منشور زجاجي، فيعلي قيمته جدا جدا جدا. وبعدين دي هي برده ممكن بتاخديها برده من تاخدي منها على حسب طول الموجه اللي انت عايزاها. نعم. كل حاجه فيهم لها فوائد ولها اثار جانبيه. الليزر احسن من الاي بي ال شويه، والاي بي ال اكتر شويه. ده ليه استعمالات وده ليه استعمالات. نوع يعني الليزر عندنا في حوالي 4 أو 5 انواع هم دول اللي ممكن يفيدوا في حالات الشعر، لانها بتتوقف على حسب الشعر الجلد زي ما قلت لحضرتك، الجلد بتاع المريض لونه ايه، غامق ولا فاتح، الشعر لونه غامق ولا فاتح. الليزر اللي عايز شعيرات رفيعه جدا، وبعض الناس عارفه تلاقي الشعر يكاد لا يرى، يبقى ده انت هنا بتعملي ايه، بتزودي الموجه بتاعته، وبعدين تزودي اللي، لان الليزر عباره عن حاجتين، ليه طول الموجه وليه فتره الزمنيه. ده بيتاخد 30 من 100 مثلا ملي سكند، يعني 30 على 1000 من الثانيه، بيتاخد 1 على 100 من الثانيه، ده 30 من 1000، وده يعني 100 ملي سكند، يعني 1 على 1000 من الثانيه. كل واحده فيهم بتديني فتره شغل معينه. طبعا. ليه؟ لان انا بدي الجرعه دي كلها، انا بديله، افترضنا ان احنا خدنا بالوزن. نعم. انا اديته ال 10 كيلو دول في دقيقه. نعم. ولا اديته الكيلو دول في 10 دقائق، ولا اديته الكيلو دول في ربع ساعه. بالظبط. هنا عشان اخد منها التاثير الطبي اللي كل واحده فيهم، انا بشتغل عليها عشان اديها فتره اللي هو الوعاء الدموي او بصيله الشعر تسخن الفتره اللي انا عايزها، وبعدين ما غير ما تاثر في الانسجه اللي حواليها. تمام. وبعد الاربع او الست جلسات يعني على حسب المفروض ان من 4-6 جلسات بنحصل على نتيجه تقريبا حاجه 90% او اكتر من كده شويه، ان هو بنسميه تقليل
لكثافة الشعر في المنطقة ما نفسها. بيطلعش تاني يا دكتور يعني، ما فيش لو اتعمل كويس ما يطلعش تاني خالص، لانه في انما ناس في بعض الناس بتشتكي بقى من طبعا تقول لك ده انا عملت 25 جلسة و30 جلسة، بالظبط طلع يعني بيني. لدرجة ان حد من الناس، فلازم احنا قبل ما نعمل الشعر لازم بنزيله بالموس، يعني ايوه نحلق الشعر بالموس وبعد نعمل ليزر. فبيقول لي ما بيشيلوش قبل كده، قلت له يعني ما انت بتحلقي الشعر بالليزر، لان انا اذا عملت كده طاقة الليزر كلها اتمصت في بصيلات الشعر الكبيرة اللي طالع الطويلة بره الجلد وما وصلتش حاجة للجذور، انا اساسا عايز اوصل الشعر للجذور اللي موجودة. وبتقعد الفترة الدكتور من الجلسة للجلسة سايبة الشعر خالص تسيبه وما لحد فيش نزع، لان انا يهمني جذور الشعر تبقى موجودة جوه. ده اهم حاجة اللي ده بيركز عليه بالظبط كده، زي ما حضرتك قلت في شروط معينة، يعني بالظبط كده. مش اي بشرة مش اي نوع وبعدين شعر مش اعالج اي بعد كده ان انا ما بتعرضش للضوء عشان وشي ما يبقعش الفترة دي. في فترة بعد العلاج، وان انا استعمل بعض الكريمات المرطبة اللي هي مضادة للالتهابات عشان تقلل الدنيا بس. هو هيحصل منه اكيد يا دكتور احمرار، ده بعديها على طبيعي طول، ده اه ده طبيعي عشان طبيعي الناس ده. بتخاف جدا مجرد ما يحصل اي حاجة بعد تفتكر ان في حاجة غلط في لا 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 الليزر بهدل الدنيا بوظ الدنيا، لا لا يعني لا ده طبيعي بس بعد فترة هيروح. جدا. تمام. تمام. موضوع كمان الليزر بقى في التفتيح، اي يعني امنية كل بنت في الدنيا اي حاجة تقول فيها تفتيح فيها طبيب تجري وراها، نعم، كريمات دي مصايب، دي لوشنات المصايب، ليزر بالظبط. دي المصايب، دي المصايب. لا شوف حضرتك حاجة، احنا ما بنستعملش الليزر لتفتيح الجلد، نعم انما انا بستعمل الليزر لازالة البقع المرضية اللي موجودة على سطح الجلد. يعني لان كلف بقى نعم بقع اذا كان نمش، اذا كان كلف، اذا كان اي حاجة تانية، البقع وحمة بنية، الوحمات الاطفال موجودة كتير جدا، جميل فكل الحاجات اللي فيها اضطراب في التلوين بتاعنا ده ممكن الليزر يشتغل عليها. ليه؟ لانه بيشتغل على خلايا ملونة مش طبيعية، مش مظبوطة. انما انا عشان اعمل ليزر افتح بيه لون حد، لا ده مفيش ما بيرجعش الدرجة أفتح من درجته الطبيعية. مش كده، ده هتبقى مصيبة. وبعدين انا هعمل له بهاء، وده اللي بيحصل في كتير جدا من الناس زي مايكل جاكسون كده. اللي هي بتستعمل كريمات التفتيح. كريمات التفتيح بتغير الخلية الملونة، بتغير الكيمياء بتاعتها، لأنها بتشتغل على الإنزيم الملون جوه الجلد، جوه الخلية الملونة. تمام فلما بيشتغل عليها بيوقف نمو، بيوقف شغلها، نعم الجلد يتعامل معاها لأنها خلية غريبة، يبتدي يعمل ضدها أجسام مضادة، وتنتهي الحكاية ببهاء في الآخر. تمام هنكمل كلامنا يا دكتور، بس انا ناخد اتصال تليفوني عشان ما نطولش عليه. الو السلام عليكم دكتور محسن، أهلا بيك، ازي حضرتك يا باشا؟ عمرني الأمر لله واحد يا دكتور. حضرتك العلاج بالسيناكورت يا دكتور، عاجبني كان بيعاني من جرح كبير وسماها قبل كده حضرتك وطلع تاني كنا كورت فين؟ في الوجه اللي هو جرح حضرتك اللي هو بالنسبة للكلو للكلو حضرتك. مش لا انا عندي صوتنا شوية بستأذنك يا باشا. ايوه يا دكتور محسن، بالنسبة لحضرتك الجرح كان هو صغير ابني، وبعدين لما كبر بقاله حوالي 10 سنين. ايوه فحضرتك رحنا لدكتور بالليزر ثاني ورجع تاني عمل كله نفس القصة، وحجمناه بلازما، روح لدكتور تاني حجم بلازما برضه هو نفس القصة. ما انا حضرتك يعني هي الاصل الحالة كان حب شباب. لا يا باشا دي عبارة عن جرح صغير كان الواد دخل بالعجلة فيه هاي وعوره، كان جرح صغير جدا ما يذكرش جاب حبة شباب بالظبط. ما فما دكتور نزل عمل لي جلستين وثانوا بيرجع بنفس الحجم، رحنا لدكتور تزمين تاني حضرتك قال لي عايز بلازما. ما هو حضرتك على حسب الحالة وحسب الطبيب، احنا كده بنتكلم تليفونية مش كده؟ يعني الطبيب اللي شافه بيقول لحضرتك ده محتاج كذا او كذا او كذا، طبعا الطبيب بيدي لك وجهة نظره، لو انت مقتنع بيها كويس، مش مقتنع بيها هتاخد رأي زميل آخر وتستشيره، ما فيهاش مشكلة. انما لازم انت يعني ما هو دي طرق العلاج اللي موجودة. البلازما ده عنصر تنشيطي لتكوين الجلد، واخد بال حضرتك معايا؟ انت حضرتك بتقول اثر وبتاخد حقن كيناكورت، كيناكورت يعني كان الجلد عالي، يعني كان الجلد فيه نسيج متليف عالي اكتر من الطبيعي شويه.
تمام، بنشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. لا احنا ما مش هنقدر بالظبط. يعني النقطة اللي بقدر اقولها للناس، في فرق بين النصيحة العامة وفرق بين الوصفة الطبية، يعني الروشتة. حقيقي. الوصفة الطبية بتعتمد على تشخيص، والطب أصلا برضو دلوقتي دخلنا برضو في فورمة جديدة نتيجة برضو نفس القنوات الطبية المنتشرة في مصر كلها، دي بقت مأساة، إنه الناس مش عارفة إن ده إعلان بالنون مش واضح بالميم. وصريح لا، ما هو مش عارفة إن هو كده، بالظبط يعني مش للأسف. عارفة إن ده ممكن يعني يكون ترويج لحاجة معينة، مش بالظبط ممكن كده. تكون في صالحك بس بيتقال عليها، عايز زي أي إعلان في الدنيا بالظبط، اي لازم اعلام، أطلع المنتج في وانت أدهى بقى صورة. يعني اتجرت رجلك في ده براحتك انت بقى، وانت اللي مسؤول عن نفسك يعني. بالظبط. فموضوع كمان البلازما اللي هو قال عليها حقن لا، ومش ما هي دي، مش لا لا، هي جوه. بلازما عنصر كويس اللي احنا هي مش البلازما، هي عبارة عن بنسميها يعني بليتلت ريتش بلازما فاكتورز، يعني اللي هي الصفائح الدموية لما بتتكسر نعم. بتطلع عناصر منشطة موجودة في منطقة البلازما، اللي هي لما بيجي الدم يتفصل ما بين السيرم وكرات الدم، الصفائح الدموية في النص دي اللي بتتاخد وبتتحقن لأن فيها عناصر منشطة وكويسة. جميل. في الفترة الأخيرة، يعني في آخر نقدر نسميها 5 سنين، نعم. ابتدت تدي تأثير طبي جيد نعم. في حالات كتير، من ضمنها الندب اللي في الوجه، من ضمنها سقوط الشعر، من ضمنها تجاعيد العمر، بتتحقن موضعيا وبتجيب نتيجة. والمرحلة اللي بعدها طلعت بقى في الخلايا الجذعية، اللي هي برضو عبارة عن الاكتف سورس، يعني اللي بنسميها او الحاجات الكيماوية اللي بتطلع من الخلايا الجذعية دي، برضو لما بتتحقن ابتدت تجيب نتائج الى حد يعني كويسة جدا جدا جدا، يعني يا دكتور البلازما وبتغير جدا. بتختلف عن الخلايا الجذعية، ده اللي لا، دي الناس حاجة ودي حاجة. لأن الناس دايما بتخلط ما بين الاتنين وتعتبر البلازما هي الـ PRP هي لا، الخلية. البي ار بي دي هو بياخد الدم بتاع المريض اه وبعدين بيتحط على سائل عشان يمنع التجلط، نعم وبعدين يتحط على سنتريفيوج، يعني يتحط الآلة اللي بتدوره، فبتفصل كرات الدم البيضاء والحمراء تحت وتخلي السيرم فوق في المنطقة اللي في النص، هي دي اللي فيها الصفائح الدموية، تمام فبتتشال المنطقة اللي فيها الصفائح الدموية دي، وبعدين بتتعبى في حقنة صغيرة وتتحقن تقريبا 10 ملي 10 ملي 10 ملي بالشعر. على حسب المنطقة اللي مراد علاجها. تمام. والخلايا الجذعية عبارة عن ايه؟ لا، الخلايا الجذعية دي مشتقات خلايا جذعية، الجسم أول ما برضه. طلعت من الجسم، بس مش جسم الإنسان بقى ده نفسه، دي أول ما طلعت من الخلايا الدهنية، وبعدين دلوقتي ابتدت تتخلق على مصادر نباتية، يعني تتعمل على نباتات، لأن هنا ما ينفعش إن أنا هاخد من حد وأديها في حد تاني، لأن أنا مش عارف الحد اللي أصلاني ده كان عنده إيه، يعني سواء أمراض معدية أو عنده استعدادات وراثية لحاجات تانية، فبالتالي ده ما بتتعملش كده، هي ما بتاخد من مصدر نباتي، هي ده اللي بيتاخد، لأن أنا ما باخدش الخلية نفسها، وما باخدش، أنا باخد الحاجات اللي بنسميها الفاكتورز أو العوامل اللي بتفرزها الخلية دي اللي موجودة. فابتدت تطلع، وفي طبعا دلوقتي تقنيات عالية جدا، أحدث كمان يا آه دكتور. طبعا خاصة في كوريا، هم دول اللي بقوا يعني شغالين عاملين فيها عمليات. يلفت نظرنا حاجة، إن كتير من الحاجات دي في أمريكا الـ FDA ما بتستعملوش، ليه زي بقى؟ الميزوثيرابي. الميزوثيرابي لغاية النهاردة أوروبا كلها مليانة، إنما أمريكا ما بتدخلوش. الميزوثيرابي اللي هو حقن الفيتامينات والأملاح المعدنية في بعض المناطق، بنحقنها مثلا في يعني في فروة الرأس عشان خاطر الشعر، بنحقنها في الجلد عشان تجاعيد الوش وعشان كبر السن وعشان إعادة الرونق والحيوية. إنما إحنا دايما بنحب عندنا في الطب إن إحنا نعتمد على الحاجات الخاصة بتاعة المريض نفسه، تمام يعني في عندي تقنيات اللي هي بتنشط الخلايا الجذعية اللي في المريض نفسه، إنها بتنشط الحيوية بتاعته. عندي مثلا نوع من الفراكشنال ليزر، اللي هو الليزر بيخرم الجلد بس بحاجات يعني متناهية في الدقة، بحيث إنها بتنشط الخلايا السهمية اللي هي بتعمل لي الكولاجين من تحت، فلما الخلايا دي تعمل الكولاجين، الكولاجين يبتدي يشد، وبعد خلال 2 3 شهور بنلاقي وش، منظر الوش اتصلح بدرجة غير عادية، الكسرات التجاعيد اللي موجودة في الجماعة اللي على طول بنسميها سموكرز لاين، اللي هي خطوط التدخين والكلام ده، في نوعيات من الليزر بترجعها سو بيوتيفول. يعني من الحاجات التانية الدوالي مثلا في الساقين، نعم انك بتبتدي تجيبي الليزر
يعني مع انه مش ده بتاع الوحمات الدمويه، لان الوحمات الدمويه بيشتغل على مساحات كبيره، ده نوع وده نوع. انما ده اللي هو الالف 64 ده بيشتغل على الاوعيه الدمويه الرفيعه خالص اللي هي موجوده الدوالي، وخاصه بالفتيات والسيدات، عارفه كتير في منطقه الساقين بالظبط كده. دي يعني عارفه هي جلسه واحده وتلاقي الوريد ازرق بعد كده بقى ما فيش، بتبقى يعني جميل. حقيقي تاثيرها سحري يعني. وبيتكرر بقى دكتور الجلسة دي بتحتاجها مرة تانية ولا لا، ما هي خلاص؟ المنطقة اللي اتعالجت خلاص، خلاص هي يعني بس ما النهارده تقفش في هنا تاني حاجة دلوقتي. اتشالت خلصت، انما طلع حاجة تاني ده موضوع تاني بقى. ملوش اي علاقة، ملوش لان ملوش ساعات بعض العلاجات بتبقى محتاجة تتكرر، محتاجة تيجي كل فترة تاخد ما زي ما قلت جلسة. لحضرتك حاجة زي ليزر ازالة الشعر ده اللي بيحتاج يتكرر. ازاي بقى يا دكتور؟ يعني خدت الاربع او الست جلسات بتوعها لا ما خلاص مش هتكرره، مش ما هم هيتكرر، ده التكرير. مش هتيجي اصلا كمان انما سنة؟ ليزر الاوعيه الليزر الدوالي بتعمل مره واحده وخلاص، تمام. يعني هو الوريد اتقفل مش هيفتح تاني. لا انا اقصد الفتره بقى اللي بعد العلاج، خلصت العلاج بتاعها سواء اربع جلسات سواء جلسه واحده، لا في ما الدوالي بتجيش مش بعديه محتاجه، هي بسنه جلسه واحده وخلاص. تتاكد على لا لا النتائج لا، هي جلسه الوصلة. واحده وخلاص. جميل بس قوي، تمام. كنا بنتكلم عن التفتيح، نعم انه الليزر ساهم كمان في انه يفتح البقع، الكلف، البق النمش. بالظبط النمش كده. يا دكتور مكان جاله فتره كده كان في ناس بتيأس اطلاقا من النمش انه ممكن يتشال، نعم الليزر ساهم في ده ده يخلص بالكامل، تمام؟ ده بالكامل، ده جميل. بالكامل مرة واحدة وخلاص. ده برضو النمش، بس النمش احنا بنقول دايما للمريض ايه؟ نعم. النمش بينشأ من تعرض الجسم للأشعة فوق البنفسجية بتاعة الشمس، عشان كده دايما نلاقيه في الصيف، ونلاقيه في زيت. الناس اللي هم بشرتهم فاتحة شوية، واللي دايما شعرهم عنده ميل ان يبقى الشعر الأحمر، ده النوعية بتاعة البشرة اللي بيطلع فيها. تمام. النمش ده سطحي جدا، فبالتالي نوع الليزر اللي بيستعمل فيه ده في منتهى البساطة، هي يعني بيشيل طبقة اللون دي وخلصت. المهم يقول لي هيرجع بعد قد ايه؟ اقول له تمام. انت وشطارتك، انت حشت نفسك عن الشمس 5 سنين مش هيرجع، 10 سنين مش هيرجع، لان ده اخد كام سنة عشان يطلع لك. نعم. يعني عارفة حضرتك حاجة، يعني مثلا نقدر نقول الكلف بياخد فترة حمل 3 اشهر فيطلع، بالضبط. فهيطلع تاني في نفس الفترة. انما النمش ده بيطلع على مدى 5 سنين 10 سنين 15 سنة، لان نادرا ما بنشوفه في بنات تحت سن ال15. تمام. هو ده الفرق. نعم. الحسنات بقى، يعني في بنات برضو تلاقي عندها تظهر الحسنة في مكان، ممكن يكون في وشها، ممكن يكون في أماكن ظاهرة جدا، حسنات بنية ولا وتكبر. حسنات دموية يعني أو أحماض لا لا دموية؟ أنا حسنة، حسنة بنية بنية اللي هي الحنة يسأل بالظبط، المشعرة. بتبقى بالظبط الجسم كده غريب وباين في في الوش كله إنها حسنة لا وبتكبر مع في الوش الوقت. كله دي ما بنصحش إن مش احنا في نعملها الوش، بالليزر. بتبقى مكان في الوش. لا حسنة صغيرة كده. لا لا بالظبط، دي سهلة بتبقى عاملة زي الكورة كده يا دكتور، أو في بالظبط كده الجسم أو في أي بالظبط، مكان. زي نص الممثلين اللي موجودين عندهم بتبقى دي، ودايما تلاقي فيها كام شعراية. دي علاجها سهل جدا وبسيط جدا وسهل، ويعني بمنتهى البساطة. بس احنا الحسنات لو كبر الحجم بتاعها شوية ما بنحبش نتعامل معاها. ليه؟ لأن الخلايا اللي في الحسنة بنسميها خلايا غير مستقرة، يعني مش مرتاحة، يعني الخلايا مش ايه؟ مش هادية، وبالتالي هيبقى عندي فرصة انها تنقلب خلايا تانية مش كويسة. وهي واخد دي بقى معايا؟ النقطة وهي الخسارة. دي النقطة الخطيرة اللي احنا ما بننصحش بيها، لأنه لما بتعمل الخلايا الملونة اللي بنسميه سرطان الجلد الملون، ده أخطر أنواع السرطان. ودي بيهمني جدا إن أنا لما أبص في حسنة أعرف دي حسنة عادية ولا خلية سرطانية. يبان يا دكتور. لا طبعا، ما ده المفروض، أمال الطب يعني عملوه قبل ليه؟ ما ادخل على الخطوة، حلوة قوي النقطة دي، لانه قبل ما يدخل على العلاج طبعا اعرف طبعا طبعا. بالظبط. ودايما في عندنا دايما بننصح، دايما نقول إيه؟ إذا أنت عندك الحسنة نعم إذا كبرت مرة واحدة، نعم إذا لقيت متشعبة يعني عاملة جذور أو عاملة تفريعات حواليها، إذا بقى فيها التهابات، نعم إذا خر الدم، إذا وجعتك، إذا اتعورت منك كتير، دايما في الحتة دي لازم تخلي بالك إن دي حسنة مش كويسة، وإنها ممكن تقلب سرطان الجلد الملون اللي هو ده أخطر أنواع السرطان اللي بالظبط. موجود في الدنيا. تمام. ايه تاني من استخدامات الليزر يا دكتور؟ احنا اتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا ده كتير وجميلة جدا. وبتهم كل البنات اعتقد، وكل نعم السيدات، وكل من يعاني من هذه المشكلات. نعم هل كمان بيساهم في يعني حب الشباب؟ لانه دايما حب الشباب عند ناس كتير جدا بيخلط الامر انه كمان بيشيل حبوب. ده الليزر نعم هل بيشيل ولا ما بيشيلش؟ في ليزر يعالج الحبوب، وفي ليزر يعالج اثر الحبوب. يعني الليزر اللي بيعالج الحبوب، من الحاجات الجديدة بتاعته ان في موجات من الليزر اللي هي تموت
البكتيريا اللي بتعمل حب شباب، ودي بتشفط الجلد شويه، يعني تشفط الجلد جوه الجلسه، وبعدين تسلط عليه الضوء، الضوء ده يتركز في الغده الدهنيه فتبتدي الغده الدهنيه، وده من اجدد الحاجات اللي موجوده لعلاج حب الشباب. جميل قوي. او اللي انت حب الشباب لما وقع او لما راح سايب مطرحه كذا حاجه، يا اما سايب ندب، يا اما سايب حفر، يا سايب انسجه عاليه، على حسب نوع الحاله انت بتقدري تعملي اي نوع. والجديد فيها كان زمان بنستعمل ليزر ثاني اكسيد الكربون اللي هو كان بيحرق الجلد عشان يسويه كله مع بعض. دلوقتي مع الليزر اللي بنسميه الفراكشنال، اللي هو الليزر ده بيعتمد على ايه؟ على انه بيعمل اخرام وسايب الجلد اللي في النص سليم. هو الجلد اللي في النص السليم ده بينمو تاني ويرجع ويخلي الجلد ينمو، يعني يبقى كويس، وفي نفس الوقت هو بينشط الخلايا اللي فيه اللي بتعمل لي الكولاجين تحت سطح الجلد. فانت كانك شديتي الجلد من تحت. لو تخيل عندك قميص مكرمش، فرحت جايبه فوطه مبلوله وحطها فوقيه، ورحت جايبه المكوى وكوياه، فردت القميص من غير ما تحرقيه. جميل قوي. هنكمل كلامنا عند النقطه دي لانها تفاصيل مهمه جدا نعرفها عن كل الجلسات الخاصه بفراكشن ليزر، بس بعد الاتصال التليفون. الو الو اي اهلا بيكي، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ طبعا دكتور محسن معاكي، اتفضلي. ايوه يا دكتور محسن. اه مري، لو سمحتي يا دكتور، انا كان عندي مشكله كبيره جوه، كنت عايزه حضرتك تساعدني فيها. عينيا يا مري. انا من الارياف يا دكتور، وجاي من حوالي سنه ونص او سنتين مرض جلدي اسمه الحزاز. والحزاز ده يا دكتور هو راح، خدت مجموعه من الكورتيزون وكده وراح من جسمي يعني، وساب بقع بني جامده بعديه. ساب لي يا دكتور، وانا ظروفي الماديه صعبه جدا، والدي والدتي متوفيين. هو بس حضرتك معلش عشان بس نشوف الاخر، الكبد ما فيهوش حاجه؟ الجلد الكبد ما فيهوش فيروس سي؟ لا ما عنديش يا دكتور. متاكده حضرتك عملت فحوصات؟ ايوه عملت فحوصات وطلع ما عنديش اي حاجه. بص حضرتك حاجه، الحزاز ده من الامراض اللي منتشره في مصر. ايوه واخده بال حضرتك معايا. انما ده اضطراب في المناعه الداخليه، انما بعض الاوقات بيهيجوا، يا اما حاجه من الاثنين، وجود فيروس سي في الكبد، او وجود انفعال نفسي حاد، يعني زعل جامد، اكتئاب جامد، حزن جامد. يعني في حاجه مشكله كبيره بتكون حصلت، هي حاله نفسيه يا دكتور، هي دي اللي بتعمل اضطراب المناعه. مشكلة الحزاز مش اللون، مشكلة الحزاز الهرش فيه شديد، ولأن هو ده، لأن ساعات يبقى منتشر ملوش علاج إلا الكريمات اللي بتحتوي على مشتقات الكورتيزون الموضعية. هو راح البقع اللي بعديه للأسف ما بتستجيبش لأي نوع من العلاج. يعني يا دكتور مفيش أي خلاص، دي مشكلة أنا ما ينفعش فيها الليزر. يعني هي دي، ما احنا دايما برضه عشان كده لسه كنا بنقول في أول الحلقة إن احنا توقعات المريض، لازم يبقى المريض صاحي ان ايه اللي هقدر اعمله او ايه اللي اقدر اساعد فيه وايه اللي مش هقدر اساعد فيه. طب تنصحني بايه يا دكتور؟ ايه الحل فيه؟ نعم، ايه الحل؟ يعني ايه الحل في المشكله دي؟ حضرتك بنبتعد عن التوتر النفسي، بناخد مضادات الحساسيه عشان نقلل الحكه او الهرش الجلدي. لا هو يا دكتور دلوقتي مفيش هرش خالص حضرتك، وهو بقالي سنه ونص وهو من جسمي مفيش خالص، بس ساب لي اللي هي البقع الصبغيه فقط لا غير. لا ما هو بيقعد اكتر من سنه ونص شويه. يعني بيقعد فترة طويلة شوية، انما لازم اساسا ان احنا بس حياتك اتأكدي الاول ان مفيش حاجة في الكبد. لا انا عندي مناعة، بس مناعتي ضعيفة يا دكتور، عملت تحاليل للفيروسات دي ما عنديش اي حاجة. عملت تحاليل لفيروس سي؟ مناعة هي ضعيفة. ها؟ ايوه ضعيفة والتوتر النفسي. لا مناعتها مش ضعيفة، ده المناعة قوية اكتر من لازم، ده لدرجة ان المناعة مش بتهاجم الخارج، ده بتهاجم جسمها نفسه. كان في حاجة في الفم من جوه؟ لا يا دكتور مفيش اي حاجه، بس انا بس في بقك من جوه في حاجه؟ والدي ووالدتي توفوا. نعم؟ لا يا دكتور مفيش اي حاجه. هي ان شاء الله حاجه بسيطه، بس هي علاجها هيطول، عايز مضادات حساسيه، وعايز مشتقات كورتيزون موضعيه، وعايز مرطبات للجلد، وعايز البعد عن الضوء، اهم حاجه انك تبعدي عن الشمس. وحاولي يعني ان شاء الله هتبقى ربنا هيكرم، ويكون اخر الاحزان ان شاء الله يعني. ماشي. طب البقعه دي يا دكتور ما مش هتروح من جسمي خالص؟ يعني مدى الحياه مش هتروح لانها منتشره في جسمي؟ سبع حاجه البقعه دي مش هتروح من جسمها خلاص؟ يعني هي بتاخد كذا سنه، يعني بتاخد مثلا سنتين ثلاثه على الاقل عشان تبتدي تفتحها، انها بتفتحها مع الوقت. جميل، يعني بترجع لطبيعتها بس بعد وقت. ممكن تمام، بس بتطول. عشان برضه نبقى من الاول مع النفسيه دكتور، ممكن يفرق ان هي تحسن نفسيتها كلها؟ جدا يفرق؟ جدا جدا. هي المشكله كلها عارفه حضرتك ايه؟ ان حد يستعمل الدواء اسبوع او اسبوعين ويقول لك ده انا ما خفتش. ما هو ده يا ابني، ده لسه
انت عشان تعمل شجرة محتاج قد ايه يعني. بالظبط. فهي انت تحسني نفسيتك على الاقل، وتحاولي تلتزمي بالعلاج اللي الدكتور بيقوله للمضادات الحساسية، وان انت تحاولي تاخدي يعني مشتقات الكورتيزون ومرطبات للجلد. بالظبط بكده كده. ممكن ان شاء الله يعني انت دخلتي في سنة ونص، ممكن كمان سنة كده يعني، على حسب الوقت اللي ان شاء الله هيتم فيه شفائك باذن الله. ان شاء الله. نرجع لكلامنا، كنا بنتكلم عن الليزر نعم. ويعني استخداماته الرائعة والجميلة جدا، وكنا بنتكلم عن الفريكشن ليزر بقى تأثيره، والجلسة نفسها بتعمل ايه في الجلد، بتفردها بتعمل بقى وبتخرمها. حاجات كتير، بتعمل حاجات هايلة كتير، ودخلت في كذا حاجة من الحاجات دي. أولا ده كان اللي احنا بنسميه إعادة الرونق أو إعادة الحيوية أو الشباب، نعم. ودايما يعني بعد في الناس الكبار بترجع الدنيا كأن انت 20 سنة ورا، جميل. يعني هي قاعدة واحدة وخلاص. دي هو يا دكتور فريكشن ليزر هو اللي بيستخدم في البقع والكلف، ولا ده نوع وده نوع؟ لا، هو هي حياتك نفس النوعية، نفس النوع بس بتكتيك مختلف، وبنوع أجهزة مختلف، وبنوع الموجة مختلف. المختلفة شوية. تمام، هقف عند النقطة دي وناخد اتصال تليفوني. نعم، تحت أذنك. أمرك. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بيك. السلام ورحمة الله. والله يا فندم أنا سني 70 سنة، تمام، ربنا يديك الصحة. وكان عندي فيروس سي، واتعالجت منه بالعلاج الثلاثي، تمام، وانا مريض تامين صحي. الف سلام عليك. جالي الصدفيه يا دكتور، والصدفيه مبهدلالي، جياني في كعب، جياني في الركبتين وفي الكعان بتاع دراعاتي وفي دماغي مبهدلالي. نعم. وبيدوني الحقنه، انا كنت الفيروس دي اتعالجت منه وجاي نيجاتيف، ادوني حقنه بتتحلل ب2 سم ميه، باخد منها 0.5 سم كل اسبوع. جيت اخر الشهر بيشوفوا التحاليل، لقوا الانزيمات بتاعت الكبد، الوظائف عليت 2، قالوا لي هناخد الشهر ده كمان، ولو الوظائف عليت هنبطلها. انا اتعقدت من الحقنه وما رضيتش اخدها، وركنتها في الثلاجه. ايه راي سيادتك؟ ودماغي بايظه كلها. ايش انت عايز رايي؟ ايوه يا دكتور، بلاش تاخد الحقن دي لانها مضره جدا للكبد. الله يبارك لك. اللي هي حقن الميثوتريكسيت، اللي هي دي مضاده لانقسامات الخلايا، دي بلاش تاخدها خالص. اوكي. واحسن حاجه ليك يا اما الفازلين كل يوم بالليل قبل ما تنام، وامشي على الحكايه دي اسبوعين، وهتلاقي جسمك بقى زي الفل. المرطبات هي العنصر الاساسي الاول في علاج الصدفيه، بعديه مشتقات التار، بعديه مشتقات الكورتيزون. دول 3 حاجات دايما خليهم معاك. وفي عندنا فيتامين د 3 مشتقاته برضو بتجيب نتيجه كويسه. غير كده ابعد دايما او اي حاجه هتاثر في الكبد، لانه يعني كبدك اهم من جلدك. استحمل استحمل الجلد، مش هيجري لك حاجه، انما الكبد لو تعب منك هتتعب قوي. بالظبط. هو كان مريض فيروس سي، فاكيد ممكن ما هو لا قدر الله ياثر جدا على وظائف الكبد. بالظبط. وبعدين هي يعني ربنا يديك الصحه والعافيه، يعني انت محتاج مرطبات وخلاص. بالظبط. ان شاء الله شفاء الله وعافيه. وبنرجع لكلامنا، وخلينا نقول هل في استخدامات اخرى يا دكتور للليزر، ولا كده احنا نقدر قلنا اغلب الحاجات المنتشره اللي بيستخدم فيها الليزر؟ لا، ده في حاجات كتير. اولا بقى دلوقتي في حاجتين جداد. تمام. الفراكشن طبعا ده احنا اتفقنا انه بيشيل الكلف، تمام، بيشيل الندبات، يشيل السكارز يعني يشيل التليف بتاع الجلد، يشيل اثار حب الشباب، يرجع الحيويه حسب النوعيه بتاعته، وحسب انت ما بتشيلي الموضوع تاني. من الحاجات الجديده في الليزر اللي احنا بنسميه السوفت ليزر، اللي هو بدل ما هو بالوات بيبقى بالملي وات، وده بيساعد على التنشيط العمليات الحيويه بتاعت الجلد. ودي من الحاجات برضو الاستخدامات الجديده، مش جديده قوي يعني. الجهاز ده مثلا معانا في مصر بقاله اكتر من 15 سنه. جميل. انما يعني هو الاستخدامات الجديده بقى اللي دخلت فيها، اول ما طلع كان بيعمل عشان التئام الجروح والتئام القرح والتئام الهربس، بعد كده ابتدى يستعملوه في يعني عارفه اعاده الحيويه بتاعه الجلد. بالظبط. والنضاره والحاجات دي كلها. جميل. ومن ضمنها برضو حب شباب. جميل. خلينا نقول نصيحه نقدمها لكل المشاهدين الكرام، وكمان الناس بقى اللي هم ما بينفعش نقول معاهم الليزر، نقول حلهم ايه؟ لانه دايما في ناس بقى داخله على ثقافه ان الحاجه دي طالعه موضه، الحاجه دي بتشفي من كل حاجه، فتبقى هتتجنن عليها حتى لو هي مش مناسبه ليها. فننصح مشاهدينا الكرام بيه ان هم يعالجوا اي حاجه وهي لسه في مرحله مبكره. هي لسه بدري يعني، عارفه لسه
ما طلعتش او لسه ما ظهرتش، نعم. يعني ما نسيبهاش لما تظهر انها تستفحل وانها تزداد وانها تمشي. تمام. يبقى ده نمره واحد. نمره اتنين، ان احنا زي ما قال المثل القديم قال ايه، معظم النار من مستصغر الشرر. دي واحده. نتعامل مع جلدنا ومع شعرنا ومع كل حاجه فيه، ان احنا نتعامل على ان احنا بنتعامل مع حاجه حيه. يعني انا الشعر بتاعي هو ناعم وخادم معايا، ممكن يقعد معايا 15 20 سنه بطوله جميل، وبيتغير كل 6 7 سنين وهيطلع شعرية تانية بدلها. يعني زي ما تقولوا اهملته او اذيته للاسف. العنف العنف بقى هتلاقي ايه للأسف. يا اما نصبغه كل كام يوم او نصبغه كل كام شهر، نفرده كيماوي او نفرده. من الحاجات المهمه جدا في الفتره الاخيره الفورمالين والكيراتين والبروتين. يا دكتور ايه يا جماعه، يعني من فضلكم بلاش الحاجات دي، لان الحاجات دي فيها مواد مسرطنه. طبعا الفورمالين مسرطن، وهيقول لك ده فيه زيرو فورمالين وده امريكان. النقطه دي كنت اسال لسه حضرتك فيها، ان في ناس تقعد تروج انه ما فيهوش فورمالين خالص، بس حضرتك حاجه اصل عشان يشتغل ويفرد الشعر. والبروتين ده مغذي مش لفرد، فده الكلام اللي يقال فيخلي اكتر. البروتين مغذي، انما هو ضايف فورمالين. في ما هو اصل الفورمالين هو اللي بيديني التاثير الكيماوي بتاعي. لكن مفيش انواع وانواع والكلام اللي لا 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 لا، كل واحد هم كلهم حاجه واحده. هم كلهم بتاع ده، انت عارفه ايه، بتغير البادج. يعني هي نفس الازازه بس بتغير عليها البادج ده والبادج ده والبادج ده والبادج ده، وبعدين بتبيعي ده ب 300 وبيعي ده ب 3000، وهي هي نفس الحكايه. لا يعني، وبعدين الدليل على كده حاجه، انه ليه ممنوع استخدامه في الحوامل؟ لأنه ممكن يمتص عن طريق الجلد. ما انت بتخافي على البيبي اللي جوه، يعني ممكن يمتص عن طريق الجلد. وبالتالي ومن الحاجات الجديده اللي بنسميها دلوقتي بقت الابيجينيتكس. تمام. ابيجينيتكس يعني مش بس تاثر على الجين بتاع المولود ده، ده ممكن تبان في الجيل الثاني والثالث والرابع. يعني ازاي؟ دلوقتي مثلا من الابحاث الجديده قال لك ان الست اللي كانت بتستعمل مكملات غذائيه دي او بتستعمل مبيدات حشريه دي، لقت ان بنتها ما بتخلفش. يعني عارفه الجيل الثاني، يعني هي الست نفسها بنتها بالزبط. نفسها بقى لما اتجوزت ما عليكي ولا يظهر على بنتك، لكن حفيدتك اللي بقى عندها عقد. يبقى اذا ما ده، عشان كده بنقول انتقال الصفه الجينيه من جيل لجيل لجيل. ده اللي دايما بنخلي بالنا منه. ومن الحاجات الجديده دلوقتي بقى البلاوي السوداء اللي احنا بناكلها، اكياس الاكل اللي انت بتاكليها لو محفوظة. فيها لون، لو فيها كذا، اللي انت تحط فيها سندوتشات، تحط فيها الحاجات دي. في مواد اللي هي البيستسايدز، الحاجات اللي عشان تزود المتانه بتاعت الكيس، كيس الزباله اللي انت بتاخديه. انا مش عايزه يعني اقول اقطع حضرتك او اختم الفقره، لان الحقيقه الوقت والكلام الجميل ده الممتع اللي الحقيقه مش هيكفينا فيه حلقات. نعم. ما عايزين نعمله سلسله كده ان شاء الله، نتكلم في الكلام المفيد ده اللي اعتقد فيه كتير جدا من البنات والسيدات محتاجين التوعيه دي. نعم. محتاجين الارشاد الصحيح والسليم. نعم. من زي ما حضرتك ذكرت البرامج المدفوعه الاجر اللي بتشدهم وبتجذبهم بالزبط. للاسف وبتضيعهم. بشكرك دكتور محسن سليمان، أستاذ أمراض الجلدية بكلية طب القصر العيني. بشكرك جزيل الشكر على المعلومات الجديدة.